بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك كلمتين في القرآن، كلمة ساحر وكلمة سحار، المعنى متقارب ظاهريا، ولكن هناك فارق كبير جدا في استخدام هاتين الكلمتين. دعونا نتأمل ونسبح الخالق عز وجل. في قصة فرعون وموسى قال تعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. لاحظوا معي هنا أن المتحدث هو الملأ، أي حاشية فرعون. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. إذن كلمة ساحر وردت على لسان الملأ. في موقع آخر أو في موضع آخر كان رد الفعل مختلفا. قال تعالى: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. في الآية السابقة كان وأرسل، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. إذا لم يقل ساحر، قال سحار، وهنا المتحدث هو فرعون، فهو يؤكد أن موسى عليه السلام هو ساحر، فأخبروه بأنهم سيحضر له كل سحار، وكلمة سحار صيغة مبالغة هنا، أي أن حاشية فرعون أو الملأ عندما أخبروا من حولهم أن موسى هو ساحر عليم، كان المحيطون بهم يقولون: سوف نحضر لكم كل ساحر عليم. ولكن عندما جاء الطلب من فرعون مباشرة، طلب من حاشيته المشورة، قال هؤلاء المنافقين إنهم سوف يأتوه بكل سحار عليم، كنوع من إرضاء فرعون وزيادة في النفاق والفسق. كذلك في النص الأول استخدم كلمة وأرسل، وهي تعني إرسال خبر لهؤلاء السحرة ليحضروا، لكن في النص الثاني استخدم كلمة وابعث، وهذه كلمة أقوى من أرسل، أي المطلوب هنا مزيد من الإثارة والتأكيد على ضرورة وجود كل سحار عليم. لذلك جاءت كلمة سحار لتناسب كلمة ابعث. إذن في الآية الأولى عندما قالوا أرسل، جاء الجواب كل ساحر عليم. في الآية الثانية أو في النص الثاني قال ابعث، جاء الجواب كل سحار عليم، سحار مبالغة. سبحان الله، يعني الذي يتأمل أيها الأحبة هذه الدقة لا يملك إلا أن يقول سبحان الله.